حاجة تشرف الكرة المصرية، مبدأ شرف الكرة المصرية. إن شاء الله يبقى فالوح كويس إن شاء الله، وأدمه كويس إن شاء الله، ونوصل كأس العالم. منتخب غانا يا كابتن، تحب تقول إيه للجماهير وللمنتخب وللجهاز الفني؟ عايزين نشجع بقى وما نفكرش في حاجة إلا إن إن شاء الله ربنا سهل، نعمل حاجة كويسة إن شاء الله ونكسب إن شاء الله ونوصل. المنتخب قادر يا كابتن؟ المنتخب قادر على إسعاد المصريين؟ إن شاء الله ربنا سهل إن شاء الله. الرسالة اللي تقولها للمنتخب في ماتش بتاع غانا هناك في كوماس؟ ماتش صعب، لكن ان شاء الله اللعيبه عندها قدره والخبره، ان شاء الله تعدي بمشيئه ربنا. الف شكرا.